محبتي غارس على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس. بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرار، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم النوايا، وفي مجلس الخير بالذكر عطرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: ماذا قل يا رسول الله؟ قال: قل. يقول في بعض الألفاظ أنه كان في ظلام يسير، فلحق صلى الله عليه وسلم في الظلام فقال: قل. قلت: ماذا قل يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ماذا قل يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا إذا أصبحت، وثلاثا إذا أمسيت، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود صححه الألباني، حديث صحيح. يعني إذا أصبحت في أذكار الصباح قل هو الله أحد السورة ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق السورة ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس السورة ثلاث مرات، وإذا أمسيت قلها، تكفيك من كل شيء. حتى لو ما ذكرت أذكار، هذا سد منيع، حصن حصين. هل سمعتم أعظم أذكار الصباح والمساء؟ هذه السور، ترى أعظم ما تقول في الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا وثلاثا، وعند النوم إذا جيت تنام تجمع كفيك كما فعل صلى الله عليه وسلم، وتقرأ قل الواحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورة كاملة، ثم تنفث فيها، ثم تمسح ما تستطيع من جسدك. ثاني مرة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق السورة، قل أعوذ برب الناس، ثم تنفث تمسح ما استطعت. ثالث مرة تكفيك من كل شيء. أما هذا في وقت النوم يعني. أما الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، أذكار المساء من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وأذكار الصباح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، تقول ثلاثا وتقول هذه ثلاثا. قال: تكفيك من كل شيء. لماذا؟ لكلام الله فيها الاستعاذة، فيها طلب الحفظ والتحصين منه سبحانه وتعالى. ثم إن أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، وانظر بأبي همي صلى الله عليه وسلم كيف يرسل، يكلف كل صحابي بمهمة، حتى تجد صحابي هذا أعظم حديث رواه هذا الحديث، صحابي آخر قل هو الله أحد، صحابي ثالث سورة الفاتحة، رابع آية الكرسي، خامس لا إله الله وحده ولا شريك مئة مرة، سادس سبحان الله بحمد سبحان الله، وهكذا. فيقومون بتبليغ الرسالة منه صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسالته انتشرت في العالم بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، الله الله في الأذكار، الله الله في الحصن الحصين، حصنوا به بها أنفسكم وأطفالكم. الأم المسلمة إذا أتت تنوم طفلها وطفلتها تقرأ المعوذات، تنفث عليها، يمنع من العين، من السحر، من الحسد، من الكآبة، وحتى الطفل والطفل يسمعون الأب يعوذهم والطفل تعوذهم، خلاص تنشأ عليها سنوات، تصبح هي تعوذ نفسها. وانت عوذ طفلك قرأت معوذات، قرأتها لأن هي كافية شافية أول شيء، ومن زاد زاد الله عليها الأذكار الثانية. لكن هذه لا تفارق في الصباح ثلاثا، في المساء ثلاثا، وعند النوم. ولذلك تكفيك من كل شيء، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: تكفيك من سائر القرآن والأذكار، وتكفيك من كل سوء ومن كل أذى بإذن الواحد الأحد، خاصة من يقولها بحضور. والله إنها جلسة إيمانية يوم تذكر ربك سبحانه وتعالى، أعظم مذكور يا أحبة. بعض الناس يتثاقل، هي أصلا دقيقتين ثلاث دقائق كل هذه، بينما تجد تتحدث ثلاث ساعات بكل سهولة، خمس ساعات ست ساعات مع زميل وصديق كلام هذيان، بل بعض غيبة، بل بعض استهزاء وسخرية وضحك ولهو. فآمل أن يكون عندنا جدية ويكون عندنا اهتمام بهذه الرسالة الخالدة. ما عندنا تعليم مثلا نقدمها لأنفسنا العالم إلا تعليم محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرفها الكتاب والسنة الذي يعني شرفنا وبعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذه الثلاث الصور، فيها ترى بعضهم ألف فيها، ترى مؤلف، حتى إن عقبة بن عامر رضي الله عنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وأخبر بها، حتى أنها تقرأ
بعد صلاة الفجر إذا أنتهيت من الورد ثلاثة، يمكن من أذكار الصباح أنك تقرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر بعد التسبيح، ثم الإخلاص ثلاثا، سورة الفلق ثلاثا، سورة الناس ثلاثا، وكذلك صلاة المغرب. باقي الصلوات حسن العلم أهل العلم أنك تقرأها من مرة 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 هذه، وعند النوم ثلاثا ثلاثا كما أخبرتكم. حافظوا على القواقل، هذه القواقل هي الثلاث الصور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهي شافية حتى من السحر، حتى أنهم يأمرون من كان نسأل الله العافية مسحورا أن ينفث منها ويقرأ على سبع أوراق سدر بعدما يحط الأوراق ويطحنها يحطها في ماء ثم يقرأ عليها ويغتسل بهذا سبع مرات كما يقول حافظ بن حجر وغيره فيتشافى، وجرب هذا ترى. فالله الله في التحصين، ومن تعود التحصين فترة أدمن على ذلك وما يمكن أن يترك. أنت تعود نفسك ترى يصير عندك تهيب ويصير عندك إدمان ويصير عندك وهج ويصير عندك شوق، حتى أنك إذا لم تأتي بهذا الذكر صرت تفقد شيء من الروحانية، قال أنا ما ذكرت الذكر. أما الله اللاغي ما عليه ترى عادي ما يذكر أنه فقد شيئا. فالله الله يا حبتي بعد إقامة الصلاة طبعا، وأبشر ما يسركم تقبل الله منه منكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيا من غدا للمحبة غارس على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس، بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير بالذكرى.